إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، يقول الحق تعالى: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. عباد الله، من قدر الله علينا أننا بصفتنا مسلمين لا بد أن نسمع من الأذى من أهل الكتاب من اليهود والنصارى ومن المشركين أذى كثيرا، فهذا قدر الله علينا. لكن هناك فرق بين ذلة المسلمين اليوم وبين عزة المسلمين بالأمس البعيد. كان المسلمون إذا سمعوا إساءة أو انتهاكا أو تجاوزا على حرمات الله تقوم قيامتهم ولا تقعد. لماذا؟ لأنهم كانوا مؤمنين قولا وعملا. أما المؤمنون قولا بلا عمل فهم وثاء كغثاء السيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيام هارون الرشيد عاشت الأمة الإسلامية عزا كتبه التاريخ ونقرأه حتى يومنا هذا. أيام كانت قد تولت على الروم في ذلك الوقت ملكة تسمى رينا، فكانت تؤدي الجزية إلى هارون الرشيد، فعدا عليها الروم فخلعوها ونصبوا نقفور ملكا على الروم، فبعث نقفور برسالة إلى هارون الرشيد. ما معناها؟ من نقفور ملك الروم إلى هارون ملك العرب، يخبره أن رينا قد كانت تؤدي له الأموال، وكان أولى به أن يؤدي الأموال إلى رينا ملكة الروم. فيهدد هارون ويقول له: إما أن تؤدي ما أخذته وإلا فالسيف. وصل الكتاب إلى هارون الرشيد فاستشار غضبا حتى أن الجلساء ما تمكن أحد أن يكلمه، واستعجل على الوزير أي الحار ماذا يشير على هارون الرشيد، فقام عنه جلساء
فأتى بالكتاب وأمر بدواء أي حمار، فكتب على ظهر الكتاب الذي بعثه النحور. كتب هارون كلاما ليت حكامنا اليوم يسمعون، حكام المسلمين وحكام العرب ليتهم يسمعون وليتهم يقرؤون ماذا كتب هارون. من هارون الرشيد امير المؤمنين الى نقوره كالدروم، قد قرات كتابك يا ابن الكافره، قد قرات كتابك يا ابن الكافره، والجواب ما تراه دون ان تسمعه. والسلام. فجهز هارون الجيش وسار الى ملك الروم، فوصل الى منطقه تسمى هرقلك، فحرك وغنم وسبى حتى اجبر نقفورا ان يؤدي الجزيه من جديد. رجع هارون وفي طريق العودة في بلاد الشام وفي الرقة وصلت الأخبار أن نقفور قد نقض العهد، وما استطاع أحد من رفقاء هارون أن يخبره بهذا الخبر إلا عن طريق شاعر يسمى أبا محمد. أنشد أبيات من الشعر يلمح لهارون أن نقفورا قد نقض العهد، فاستشاط غضبه وازداد غضبه وخاف رفقاؤه من ربه، وكان نقفور يتوقع من هارون انه لن يرجع لان الجو انذاك كان باردا، لكن هارون اصر على الرجوع ورجع مره اخرى الى نقفور ونزل بفنائه يعني سياج القصر، واجبره على ان يؤدي الجزيه وعلى ان يلتزم بالعهد. هذا الكلام يوم كان المسلمون اعزا، يوم كان المسلمون يحافظون على صلاتهم، يوم كان المسلمون لا يخافون غير الله، لذلك كانوا اعزا. اما في عصرنا في عصر الذله الذي اخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، يقول في الحديث الذي رواه الامام ابو داود بسند صحيح، يقول: يوشك الامم ان تداعى عليكم كما تداعى الاكله الى قصعتها. فقال قائل: او من قله نحن يومئذ؟ قال: بل انتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله من صدور اعدائكم المهابه وليقذفن الله في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهيه الناس. اليوم المسلمون غالبهم يعيش في ذله، أصبح من هب ودب يتطاول على حرمات المسلمين. مرة على حبيب الله صلى الله عليه وسلم تاج البشرية، ومرة على كتاب الله، ومرة على دماء المسلمين، ومرة على أعراضهم. هذا بماذا؟ ما أتى عبث لأن المسلمين اليوم، وعليهم أن يصدقوا بهذا الأمر، لأن المسلمين اليوم غالبهم غثاء كغثاء السيل. ما هو الغثاء؟ إذا أتى الفيضان أو السيل في المطر وجرف ما يجري من الأرض، ترى القش والحطب الناعم تراه ينجرف مع السيل، وهذا هو حال المسلمين اليوم. يستغرق المسلمون من ذلتهم في هذه الأيام، وهذه ما أتت من فراغ، إنما أتت بعد أن ضعف دين المسلمين.
وربما بعضهم قد تركه بالكلية. كيف نقول أعزة ولم نحافظ على صلاتنا؟ كيف نقول أعزة والكثير ينام عن صلاة الفجر؟ كيف نقول أعزة وبعض الناس وهم بين المسلمين يخافون من الأموات أكثر من الحي القيوم؟ كيف نقول أعزة في مكة وفي المسجد الحرام؟ أناس يطوفون بالمسجد الحرام ويستغيثون بالأموات. لن نعز مثل هؤلاء، إنما سنعز بأقوام يوحدون الله كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. سنعز بأقوام يخافون من رب القبور أكثر من القبور. إنما أن يأتينا اليوم أقوام يخافون من القبور أكثر من رب القبور، ونريد عزة لا تأتي العزة لا ورب الكعبة، لا تأتي العزة حتى نخاف من الخالق أكثر من كل المخلوقين. إذن ولينزعن الله المهابة من صدور أعدائكم. الآن ترى في المشرق جرأة الشيوعيين والهندوس على المسلمين، وترى في الشمال وفي الغرب جرأة النصارى على المسلمين، وترى غيرهم من مسلمي الجنسية قد تجرأ الكثير من أهل الأديان على المسلمين وعلى عدواتهم. وآخرها ما ظهر في أول أيام عيد الأضحى المبارك من النصراني العراقي الأصل الملحد سلوان موبيكا الذي حرق المصحف أمام مسجد في ستوكهولم في عاصمة السويد بموافقة وحماية الحكومة السويدية، وللأسف بحجة حرية التعبير. حرية التعبير يا من تدعون الحرية لا تعني الإساءة للغير، إنما تعني أن تختار عيشك وسكنك، لكن أن تتطاول على معجزة الكون البارية هذه الأيام هذا ليس من حرية التعبير، هذا من الإساءة ومن التطرف ومن الإرهاب الفكري الذي يستهدف المسلمين اليوم. ما تجرأ هذا إلا لأنه قد رأى الضعف عند المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. تحركت الغيرة عند كثير من المسلمين على هذا الحد، ونحن نقول الذي لا يغار على كتاب الله ليس مسلما وإن قال لا إله إلا الله. الغيرة والنصرة لكتاب الله واجبة على كل مسلم، لكن فلنخاطب أنفسنا بصفتنا عراقيين. إذا كان سلوان موميكا قد تطاول على كتاب الله، أليس في بلدنا من تطاول على رب الكتاب؟ أليس في بلدنا يشتم الأولياء والصالحون؟ أليس في بلدنا أناس جعلوا رب العزة للسب فقط؟ إذا استعان استعان بالأموات، إذا أقسم أقسم بشرفه وبغيرته وبأمه وبفلان، لكنه إذا غضب أين يذهب؟ يسب رب العزة، يسب رب العزة. فإذا كنا غيورين على القرآن وعلى حرمات المسلمين علينا أن نبدأ بأنفسنا، علينا أن نعالج الخلل الذي في بلدنا. وللأسف أقولها في العراق، بلد العراق ليس بخير، بلد العراق يسير نحو الهاوية. الكلام هذا ربما قد يجرح الكثيرين
لكن الخطيب دوره كدور الطبيب، إن رأى فيك مرض السرطان عليه أن يخبرك بأن في يدك مرض، إما أن تعالجه وإما أن تموت. وفي بلدنا مرض خطير هو الاستهانة بالحرمات، إما أن نعالج هذا المرض الخطير وإلا فإن بلدنا ليس بخير. أسأل الله أن يجعلني ويجعلك من البينين على كتاب الله تبارك وتعالى. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وآله وصحبه نور الهجى وبعد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. مسألتنا الفقهية تتعلق بذكر الله تبارك وتعالى إذا كان المسلم على غير طهارة، وحتى إذا كان مجنبا، أو المرأة إذا كانت حائضة أو نفساء أو مجنبة. تقول عائشة رضي الله عنها في الحديث الذي رواه الإمام البخاري، تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمد الله على جميع أحواله، يعني سواء كان طاهرة أو كان مجنبة كان يحمد الله بلسانه. يعني كيف؟ مثلا أذكار الصباح، ومنها آية التفسير وسورة الإخلاص وسورة الفلق وسورة الناس، فخصوصا لضرورة هذه السور في تحسين المسلم من السحر والمس ومن العين. فحتى أن كنت غير طاهر يحق لك أن تقرأ هذه الأذكار، وكذلك أذكار المساء بعد صلاة المغرب، وكذلك أذكار النوم عند النوم في الليل. فبعضهم قد ينام جنبا، النوم مجرما جائز، لكن الأولى أنه يغتسل ثم ينام. هل يجوز أن ينام مجنبا؟ نعم يجوز. هل يجوز أن أقرأ أذكار النوم وأنا مجنب؟ نعم جائز، بنص الحديث الذي رواه عائشة رضي الله تعالى عنها، والله تعالى أعلى وأعلم. اللهم أعد الإسلام والمسلمين، وأعلي بفضلك كلمتين حبيب الدين المبين. اللهم عليك بالظالمين في كل مكان، اللهم خذ ما خذ عزيز المعتدل، اللهم أراد المسلمين كيدا فاجعل دائرة السوء تدور عليه. يا جبار يا مقدم، يا جبار يا مقدم، يا معز يا مذل، يا معز يا مذل، عليك بمن أساء للمسلمين، عليك بمن أساء لحرمات المسلمين. يا جبار الصلوات والأرض، اللهم اصلح عبادك المظلومين في كل مكان، قل لهم عونا يا أرحم الراحمين، قل لهم عونا يا أرحم الراحمين. اللهم عليك بالمنافقين، اللهم خذ أخذ عزيز مقتدر، ولا تجعل لهم على المؤمنين سبيلا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم حرم وجوه الحاضرين على النار، وأدخلهم الجنة مع الأبرار. اللهم وفق لنا هذا المسجد ومن عمل فيه لله بخير وإحسان. اللهم وفق القوات الأقوياء لما تحبه وترضاه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على